السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا مشاهدي قناة الصحة والجمال، معاكم هان عبد الفتاح في أول حلقة في رمضان. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة وجميع الأمة العربية والإسلامية بخير وسعادة. ربنا يرفع عنا البلاء والوباء في الشهر رمضان الكريم، اللهم تقبل الدعاء. شهر رمضان كلنا طبعا عارفين إن هو شهر المحبة والتسامح والترابط الأسري، ولكن المصريين بالذات في إحصائية للمركز التعبات والإحصاء بيقول إن هم بينفقوا ما يقرب من 35% من ميزانيتهم، يعني من الميزانية طول السنة. فليه الإسراف والبذخ في شهر رمضان مع إن المفروض إن ده شهر الاقتصاد، شهر التراحم؟ الفكرة مش إن أنا أبقى كريم على أهل بيتي بس، لا، أنا كمان المفروض أحس بالفقراء والمساكين، وهو ده السبب الرئيسي لفرض الصيام. هنتعرف طبعا عن أسباب العادات والتقاليد المصرية اللي كانت موجودة في المجتمع المصري في شهر رمضان ومش موجودة دلوقتي. هنتعرف على حاجات كتير جدا، منها الإسراف والبذخ للشعب المصري ليه بيكتر في شهر رمضان، مع أستاذة أمنية عبد الرازق أخصائية تعديل سلوكي. أهلا وسهلا بحضرتك، نورتين النهاردة وكل سنة وحضرتك طيبة. يمكن أنا أول مرة أطلع في شهر رمضان، فأنا سعيدة أن أكون مع حضرتك ونتكلم بقى عن العادات والتقاليد للشعب المصري. احنا كلنا عارفين أن الشعب المصري دايما بيستقبل رمضان بعادات وتقاليد بتتوارث، ولكن أنا شايفة أن السنة دي في كتير من العادات والتقاليد اللي مش موجودة عندنا كمصريين. أنا معرفش إيه السبب، سبب الوباء اللي احنا فيه ولا إيه صراحة، فإحنا عايزين نعرف منك الأسباب وإيه هي العادات والتقاليد اللي كانت موجودة واختفت دلوقتي. اولا كل سنه وحضرتك طيبه، وكل سنه وكل المشاهدين بخير يا رب العالمين. رمضان كريم علينا وعلى جميع الامه الاسلاميه بالف خير يا رب. لو جينا نتكلم على موضوع العادات والتقاليد بتاعه رمضان، افتكر وانا صغيره الكرتونز الروتين اليومي بتاع رمضان، انا مفتقداه تماما الفتره دي او خصوصا السنوات دي. مش بس في الروتين اليومي، حتى في مظاهر الزينة بتاع رمضان. كان من كام سنة كنا مفتقدين تماما شكل الفانوس، يعني أبسط حاجة بتدل على رمضان الفانوس. كان الفانوس، كنا زمان احنا عارفين شكل الفانوس عامل ازاي، الحديد ده اللي هو الحديد او اللي فيه شمع، الازاز الملون واللي فيه شمع والكلام ده. الحاجات الجميلة دي لقينا في فترة من الفترات اتقلب ده كله بقى عبارة عن دباديب وكده. بقينا بنستغرب هو فين رمضان، فين الفوانيس بتاعت رمضان. المنتج الصيني غزا الشعب المصري بطريقه مش حلوه، ان هو يعني افقدنا فعلا التوارث الشعبي. الطعم بتاع رمضان فعلا كنا افتقدناه. لو جيتي نزلتي السنه دي كان رجعنا تاني للفانوس بقى بتاع زمان، شكل الفانوس، الحاجات القديمه بقى بتاعت زمان اللي تحسي فعلا بارواح واجواء رمضان. من ضمن الحاجات كمان اللي خلت ان احنا نفقد الطعم والاجواء الرمضانيه هي ان الناس بقت مشغوله. كنا زمان كنا بنقعد نتجمع ونتلم كده ونجيب العيله والصحاب ونعزم ده ونعمل ده، دلوقتي كله بقى مشغول، كله بقى في وادي مختلف عن الاخر. يمكن برضو تقدم التكنولوجي سبب دي من تاني الأسباب. حاجة كنت لسه هتكلم فيها ان موضوع التليفون، دايما كنا عملنا حلقات كتير جدا عن موضوع التكنولوجيا وتأثيره على الأسرة وتأثيره على الأطفال وتأثيره على الأفراد عامة. يعني فأولا عندك موضوع التكنولوجيا، تاني حاجة عندك برضو موضوع غياب الأب أو غياب الأم نتيجة الأشغال، وخصوصا فترة الكورونا أو فترة الدراسة والامتحانات، فكل واحد بقى في وادي كده مختلف، يعني بعيد تماما عن الناس. كمان احنا مش متعودين ان الولاد يمتحنوا في شهر رمضان، في الغالب ان كانوا لا بيخلصوا قبل رمضان، يا اما الثانوية العامة بتتأجل لبعد رمضان. فان يبقى عندي امتحانات ومذاكرة في شهر رمضان بيبقى ضغط برضو من الصعوبة. وبيبقى ضغط كمان على الأم والأب في البيت. يعني لو جيتي مثلا تشوفي الام بقى في الاجواء الرمضانيه، وخصوصا اللي بيبقى فيه فتره امتحانات وهي شايله طبعا كل البيت، وهتفطروا ايه بكره وهتتسحروا ايه بكره والكلام ده، فبتلاقي ان في ضغط. فالضغط ده بيخليها بتنفجر في اي وقت. يعني احنا بنقول شهر رمضان شهر الراحه وان احنا نكون هادين وشهر هدوء وان احنا بنقرب فيه ربنا عز وجل، ولكن بنلاقي ان في بعض الناس من كتر الضغوط اللي بتبقى عليها هي بتنفجر. فنعمل ايه علشان ما نوصلش في الشهر الكريم ده لمرحلة الانفجار؟ هي ان احنا يعني نلتزم بحاجة اسمها طاقة النية. طاقة النية ان انا قبل شهر رمضان انوي
ان انا استقبل الشهر ازاي، انا عاوز استقبل الشهر ازاي، ايه الذنوب او ايه الحاجات السلبيات اللي في شخصيتي اللي انا كنت يعني اللي انا لازم ان انا اغيرها من نفسي، او مش لازم ان انا نفسي ان انا اغيرها من نفسي. ليه بنقول خلال الشهر ده او خلال ال 30 يوم بتوع رمضان ممكن ان انا اغير من نفسي؟ لان في دراسه اثبتت ان الانسان لو عمل سلوك لمده 30 يوم السلوك ده بيصبح عاده. دي بتبقى حاجة مستمرة في الإنسان، وخصوصا لو كان السلوك اللي الإنسان بيعمله ده بيخليه يشعر بالسعادة، زي مثلا إن احنا في شهر رمضان بنطلع فلوس للمحتاجين للزكاة وهكذا، فدي حاجات بتخلينا نشعر بالسعادة. ليه بنشعر بالسعادة؟ لأن أنا بعمل حاجة فبيتولد عندي روابط في مخي، الهرمونات السعادة بقى الدوبامين والأكسيتوسين والحاجات دي كلها بتبدأ إنها تتولد، فبتبدأ إنها تعمل لي لينك أو ترابط بين الشيء اللي أنا بعمله وبين الشعور اللي بيتولد جواي، فبالتالي الشيء ده بيصبح عادة، وخصوصا بقى الحاجات الروحانية اللي احنا بنعملها طول شهر رمضان. طيب انت شايفة برضو إن الشارع المصري مفتقد لأخلاقيات شهر رمضان؟ هقولك، أنا من أسبوعين كان عندي كذا مشوار هنا في القاهرة، أنا عشان كنت بروح مشوار مثلا مدته مثلا لو هوصله في نص ساعة كنت بقعد ساعتين لحد ما أروح، يمكن كلنا متفقين تماما على هذه النقطة في الزحمة. لو جيتي تشوفي الزحمة فأنت بتشوفي أن الناس نازلة عشان تشتري أكل، ألعاب، ملابس، حاجات من دي. طب يا جماعة فين بقى الاستقبال بتاع الشهر؟ إحنا كده بنستقبل بالجانب المادي، بس فين الجانب المعنوي أو الجانب الروحي اللي أهم بكتير من الجانب المادي؟ الجانب المادي إحنا كده كده هنشبعه في أي وقت وفي أي مكان. لا، ما أنا عايزة أعرف السبب. الجانب المادي ده أنا عندي الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بيقول إن المصريين بينفقوا من الميزانية بتاعتهم 35%، يعني 3 شهور ونص من ميزانية السنة. ده أكيد. فلا، دي لها قصة تانية كبيرة. يعني ليه المصريين بالذات اللي بينفقوا ببذخ وإسراف في شهر رمضان؟ لكن أنا بتكلم دلوقتي عن أخلاقيات الشارع المصري، اللي هو إن أنا يعني وقار الكبير واحترام الاحترام الكبير والتراحم مع الصغير وصلة الأرحام والترابط الأسري، الحاجات دي كلها أنا بحس إن احنا مفتقدينها. إيه السبب؟ السبب اللي أنا شايفاه من وجهة نظري والأبحاث كتير جدا يعني أثبتته فعلا، هو الاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا وغياب الأسرة وغياب غياب الدور الكبير بتاع الأسرة، غياب الدور الكبير من الأسرة بسبب أن الأب مشغول طول اليوم والأم مشغولة بالتليفون أو بشغلها وسايبة الأولاد، مفيش أي نوع من أنواع التربية الإيجابية أو التربية الجيدة. ليه؟ لأن الأم هنا بتستخدم وسائل هي كانت بتنضرب وهي صغيرة، فأبدأ أضرب ولادي، فالطفل ده لما هيكبر أو لما هيطلع الشارع مش هيعرف معنى التعاطف أو التراحم، هيضرب الحيوانات وهيضرب الأصغر منه وهيضرب الأكبر منه لما مامته هتوصفه بصفات سلبية، فبالتالي هو كمان لما هيطلع الشارع وهيتعامل مع الناس هيوصفهم بأوصاف سلبية، وهيتعامل بنفس المنطق اللي هو بيتعامل بيه في البيت. يعني عايز أقول لحضرتك إحنا في الشارع ويمكن في المواصلات خاصة بتلاقي كم الألفاظ اللي ما تغيرتش سواء في رمضان أو قبل رمضان. يعني لسه برضو من يومين مشكلة موجودة في المواصلات، فكم الألفاظ اللي هو أنا مش مصدق أنتوا صايمين ولا إيه ظروفكم؟ يعني تمشي في الشارع ما تلاقيش أي تغير سواء قبل أو بعد. فأنا برضو هو في إيه؟ ومع أني ناس مش صغيرة، يعني أنا حضرتك بتكلم برضو تكنولوجيا مش بقالها سنين طويلة قوي في حياتنا، فالكبير والصغير على السواء، ما فيش أخلاقيات. يعني أنا مش بلوم الصغير علشان دخلت في حياته تكنولوجيا، طب والكبير إيه السبب؟ مشكلات المجتمع دايما بتبقى نبع من حاجة واحدة بس، من الأسرة. عايز تكون مجتمع إيجابي ومجتمع كويس، مجتمع عنده أخلاقيات إيجابية، شوف الأسرة. طب أنا ولادي هيصوموا في شهر رمضان. حلو قوي. لسه كنا بنقول هنستقبل الشهر إزاي. ودي بقى من الحاجات الـ ABC
استقبال للحاجات او للشهر الكريم ده اللي لازم الاسره تعملها، ان انا اجمع ولادي والاب والام يكونوا قاعدين، وان انا اشجعهم اقول لهم ايه فضل الشهر ده، ايه الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى بعدنا عنها، وقد ايه ان احنا السلوكيات بتاع شهر رمضان دي بتزودنا سلوكيات ايجابيه، ان احنا ان هي بتعلمنا الصبر، بتعلمنا قوه الاراده، بتعلمنا قوه التحمل، بتعلمنا ازاي نحس بغيرنا. ببدا ان انا ابرز لاولادي القصص، قصص الانبياء والايجابيات بتاع الشهر، وايه الحاجات اللي لازم نبعد عنها. برضو كان اول سؤال كنت بساله لك العادات والتقاليد اللي احنا افتقدناها في شهر رمضان. كان الشهر ده انا افتقدت فيه برضو قصه الانبياء مش موجوده، يعني مش موجوده الحاجات الدينيه في التلفزيون، مش موجوده بكار وقصص الانبياء. يمكن نتكلم عن التعاليم الدينيه بتاعتنا اللي كانت بتحببنا في الشهر وتعلمنا. اصل هي الفكره مش من الصيام ان انا امتنع عن الاكل والشرب فقط، انا ربنا يعني مش ما اعتقدش ان المطلوب مننا هو الامتناع عن الطعام والشراب، ولكن اللي مطلوب الامتناع عن المحرمات، الامتناع عن العادات والتقاليد السيئه. فده كله انا كنت برضو انا شايفه زمان لا كان في حاجات بتحببنا وبتعلمنا، زي قصه الانبياء اللي كانت بالصلصال، بعد كده الكرتون الصحابه حول الرسول، وحاجات كتيره من التعليم الدينيه اللي كانت بتحبب الاطفال وتعلمهم ايه اللي بيحصل في الشهر وبتعرفهم اكتر. الحاجات دي كلها اختفت تماما. دلوقتي شوفي الاطفال بيتفرجوا على ايه في التلفزيون، شوفي كم المسلسلات اللي فيها الفاظ سيئه او فيها سلوكيات سيئه اللي الاطفال في البيت لا واعي كده بيتعلموها ويروحوا يطبقوها مع زمايلهم وبره البيت وجوه البيت. انا ابسط مثال، كان في برنامج ما بدون ذكر اسماء السنه اللي فاتت، انا كان في وليه امر بعتالي رساله بتقولي انا مش عارفه اعمل ايه مع ابني، انا داخله من البيت لقيته بيعمل زي سين من الشخصيه بتاع البرنامج بيعذب اخته ويقول لها عادي هي كده كده، انا ان هي انا مستلذ ان هي ان انا بعذبها او ان انا بضربها. بعض العادات اللي بنشوفها طبعا البرامج اللي بتاخد شهره، فلازم هي البرامج احنا لو مش هنعرف نكنترول عليها فاحنا نكنترول احنا على الحاجات اللي اطفالنا بيتفرجوا عليها. يعني انا اكمل السفاهه اللي بنشوفها في الاعلام يعني اوكي دي سفاهه، المشكله بقى مش فيها، مش في المحتوى نفسه السيء اللي بيتقدم لينا، المشكله في المتابعين، ان انا بجد متابعين كتار جدا وبرامج منتهى التفاهه ومسلسلات منتهى البذاءه وبتاخد قدر كبير من الشهره. ايه السبب؟ وبتلاقي في ناس كتير حابه الوضع ده وحابه المحتوى ده. طب ازاي؟ طيب لو جينا نتكلم على دور الاعلام في الجزئيه دي بالذات، هو فين اصلا؟ انا مش شايفاه، مفيش حد شايفه، بالدليل ان الاطفال دلوقتي بيقوا ماشيين في الشارع او في المدارس حتى بيغنوا اغاني لا تليق بسنهم، بيقولوا كلام لا يليق بسنهم. هو حافظ مش فاهم، يعني حتى الاغاني الشعبيه بتحتوي على الفاظ وحاجات مش كويسه وبلاقي الاطفال حافظينها، بس هو حافظ مش فاهم ايه هم اللي كانوا حابين. هتقولي لي ابسط مثال، انا مش مسمع ولادي الحاجات دي، بس جاست هو ماشي في الشارع فسمع الحاجات دي فعلقت في دماغه. انا دوري كماما في البيت ان انا امنع ان انا امسح تدريجيا الحاجه اللي ابني يسمعها، اقول له لا الكلام ده مش كويس، ما ينفعش ان احنا نسمع النوع ده. اربي ولادي ان هم يسمعوا القران، اربيهم ان هم يسمعوا على الموسيقى الهاديه، مش شرط الاغاني اللي هي فيها ايحاءات او حاجات بتدعو للرذيله او حاجات بتدعو للاساءات الالفاظ السيئه، لان كل الحاجات دي انا هنا مش بكون جيل سوي نفسيا ولا سوي سلوكيا. احنا دلوقتي بنشوف فتره المراهقه، الشباب اللي عندهم 17 و18 سنه دلوقتي، لو جيت اقارن نفسي بسنهم لا كان في اختلاف، في اختلاف جذري فعلا في التفكير وفي السلوك. احنا ممكن نفكر نفسنا اصغر من 16 17 كمان 5 6 سنين كمان. دي حقيقه. بتشوفيهم اصلا الاطفال، هو دي حاجه كويسه على فكره ان الاطفال بيكونوا سابقين سنهم ان هم بيفكروا. بس نخلي بالنا بيفكروا في ايه وبيفكروا ازاي وايه الحاجات اللي بيفكروا فيها، والحاجات دي اصلا هم مكتسبينها منين؟ تسيبها من حاجات ايجابيه ولا من حاجات سلبيه؟ يا فرحتي ان انا فرحانه ان ابني قاعد طول اليوم على اليوتيوب عشان ما يصدعنيش بالوش ولا الزن بتاعه ولا يبهدلني اي حاجه، بالظبط انا اخلص منه فدهم التليفون، ولكن انا مش براقب اللي بيحصل، هم بيتفرجوا على والله اعلم بيتفرج على ايه، والله اعلم هو بيكتسب ايه. فكل الحاجات دي بتخليهم بعاد تماما عن الدين. لما بيكونوا في شهر زي شهر رمضان هو استاذه وحنيه، انا شايفه ان الدين، انا بحس ان في طريق ممنهج
لإلغائه، معرفش إزاي. لكن إحنا يعني أنا شايفة إن إحنا كل ما بنروح في الزمن كل ما بنبعد عن ديننا بكل أشكال الطرق اللي كانت بتقربنا ليه، لا إحنا بنبعد عنها. الكتاتيب اللي كانت موجودة زمان الأطفال بيروحوا يحفظوا فيها القرآن ويتعلموا فيهم أمور الدين مش موجودة، اتلغت. دلوقتي الدين نفسه أصبح استثمار، الشيخ اللي بيطلع نشوفه قدامنا إيه، نعم مش كلهم. الأهم في حياته الماديات، هياخد كام في الحلقة، هيروح لمين، هيديله كام. فالماديات بقت هي أهم أولوياتنا. يعني حتى أهل الدين بقت المادة الأهم عندهم، دي مصيبة كبيرة جدا. فأنا مش عارفة صراحة، دايما بقول لو عايز تعلم حد كون قدوة ليه، فغياب القدوة أكون قدوة للرجل الدين إزاي، وهو المفروض اللي يكون قدوة ليا. أيوة، هو فغياب القدوة هيبقى فيه غياب سلوكيات إيجابية، ويبقى فيه غياب دين، ويبقى فيه غياب القيم النبيلة والقيم الإسلامية. دايما بقول إحنا لو عايزين نربي أطفالنا فإحنا بنزرع جواهم، لو جينا نزرع زرعة فبنحط البذرة، البذرة دي اللي هتطلع لي الشجرة. فالبذرة دي لو كانت من البداية كانت صالحة فهتطلع لي شجرة صالحة، أي إن هو شخص صالح. لو كانت فاسدة فهتطلع لي شخص فاسد. فغياب القدوة وغياب القيم، إن أنا أربي ابني على القيم، مش إن أنا أسيب له التليفون وإن أنا أبقى أكون بعيد عنه، يلا نصوم وخلاص من غير ما أعرفه يعني إيه صيام، ومن غير ما أعرفه ايه هي قيمة الصيام، وليه ربنا سبحانه وتعالى امرنا بحاجة زي كده، وقد ايه هي ليها فايدة للجسم وللنفس والشيء الروحاني. فانا كده هربي ايه اصلاً ان انا اصوم وامتنع عن الاكل والشراب وانام وافطر المغرب، حافظين ان انا بصوم بس مش عارفين يعني ايه الصيام. بالظبط. اما انا بصوم عن الاكل بس، المحرمات وان انا اتفرج على حاجات وحشه او ان انا اشتم او ان انا اسب الدين او ان انا اقول كلام سلبي، هم مش عارفين كل ده. هم عارفين ان انا بصوم عن الاكل والشراب فقط، اما غير كده لا. طبعا الزوج في شهر رمضان بيبقى ليه معاملة تانية خالص. بلاش أسوأ. بلاش معاملة، بلاش تعامل أسوأ. فأنا عايزة أعرف برضو التعامل الأسر ما بين الزوج والزوجة في شهر رمضان بيكون إزاي. يمكن كنت لسه بقولك من شوية، المشكلة إن الأم عيني بتبقى مضغوطة، هتفطروا إيه بكرة وتعملوا إيه بكرة، ولبس العيد بقى والحاجات والعزومات والكلام ده، فبيبقى عليها ضغط كبير جدا. فبيجي عيني الراجل مثلا من بره أو هو بيقول لها أي حاجة، فاهم، تبقاش مستحملة أي كلام، فبالتالي بيبقى يحصل هنا خناقات. وده الخناقات بتحصل، يعني في ناس تقولك إيه ده الشيطان بيكون محبوس في رمضان وإزاي يبقى فيه خناقات. هو في فرق ما بين الحاجات الشيطانية وفي فرق ما بين الجهاز العصبي. الجهاز العصبي ده هو عند كل واحد فينا بدرجات، في واحد درجته 10، في واحد درجته 90، واحد درجته 50. هم البني ادمين دلوقتي تفوقوا على الشياطين يعني. فما عادش في التفكير وفي السلوكيات كل حاجه، دي حاجه حقيقيه للاسف. فنرجع للحته بتاع الجهاز العصبي. فالجهاز العصبي اللي بيخليه هادي اصلا هو الصيام، ان انا بمنع نفسي عن الحاجات الحرام، بكون هادية. الصيام نفسه اصلا بيخلينا نحس بنوع من انواع مش الهبوط ولكن من انواع الهدوء. ان احنا هادين، قراءة القرآن، التقرب من الله عز وجل، ان انا اقول التسبيح بتاعي، الكلام ده كله بيخليني اهدى. فالزوج في رمضان وخصوصا الازواج المدخنين هنا بنعاني، او الزوجه بتعاني مع الزوج اللي هو بيشرب سجاير او بيكون يعني عنده ادمان لحاجه معينه. هنا بتعاني معاه خصوصا موضوع السجاير ده او موضوع العصبيه. فابسط حاجه ان احنا نتلاشى تماما الحاجات دي، وان احنا نكون هادين. ليه؟ لان الحاجات اللي احنا هنعملها، المشاجرات والمشادات والخلافات دي كلها هتتنقل لاولادنا، فبالتالي احنا كده بنعملش حاجه، احنا كده مش بنربي، احنا كده برضو بنرجع لنفس النقطه بتاعه السلوكيات الخطا، ان احنا كده بنعلمهم سلوكيات العند وسلوكيات التمرد والعنف والعدوان. فلازم يبقى في تراحم وتعاطف ما بين افراد الاسره. يعني لسه حتى كنا بنقول دي من ABC استقبال شهر رمضان، من قبل شهر رمضان واحنا لسه حتى في اول اسبوع، يعني يستحسن ان احنا نعمل حاجه زي دي، ان احنا نستقبل ونطلق نوايا انا عايزه استقبل او عايزه اطلع من الشهر ده كسبانه ايه، وعايزه ابعد عن حاجات او سلوكيات معينه زي ايه، 1 2 3، وادرب نفسي عليها طول الشهر ده. لان زي ما قلنا طول ما انا بعمل حاجه لمده 30 يوم هي بتصبح عاده. احنا اجلنا الكلام
عن بذخ الشعب المصري في شهر رمضان وهنتكلم عليه، نفرض له بقى ايه مساحه لوحدي. ليه بقى المصريين بيستقبلوا شهر رمضان بكميات يميش كبيره جدا ومأكولات يعني طول السنه مش بتبقى موجوده، بتتوجد بس في شهر رمضان؟ برمجه الوعي الجمعي بتاع المصريين بتقول لك ايه، بدل داخلين على شهر رمضان يبقى نحوش كده رزمه من الفلوس علشان نروح نشتري اليميش ونشتري اللبس ونشتري المصاريف العزومه. ممكن من اول السنه نقعد نحوش برضو لشهر رمضان. لا مش عايزين ننزل، مش من اول السنه، هي قبلها بشهر بشهرين. لا في ناس والله بتحوش منها، في حاجات بتتحضر من اول السنه لشهر كمان رمضان. ما شاء الله. طيب من مظاهر الاحتفال بتاع المصريين، ومش عايزه اقول كل المصريين، ما بحبش موضوع التعميم، ولكن اغلب المصريين بيبقى المظاهر الاحتفال بتاعهم زي ما اتولدوا زي ما شافوا باباهم ومامتهم والناس حواليهم ان احنا لازم نصرف في الشهر ده، ولكن هو مش شهر اسراف. هي المعلومه الخاطئه دي او المعتقد الخاطئ ده تكون من التربيه بتاعنا ومن مشاهدتنا لسلوكيات غيرنا زمان، فبدا يتكون عندنا معتقد ان ده غلط، او ايه سوري، ان ده لازم انها حاجه هنمارسها وحاجه هنعملها طول الشهر ده او قبل الشهر ده. فدايما السلوكيات هي في جزء منها جيني وراثي وفي جزء منها مكتسب، تمام؟ فدي من ضمن السلوكيات الاثنين بقى. يعني في حتى في علم النفس بيقول لك في جزء من جسمنا اسمه الذاكره الجينيه. الذاكرة الجينية دي بتختزن جوانا الحاجات والسلوكيات اللي كانوا بيعملوها قبلنا الأبهات والأمهات وأجداد. معذرة أن هقطع كلام حضرتك، معايا اتصال تليفوني. أوكي. دكتور إسلام الأزاز، اتفضل يا دكتور، من علماء الأزهر الشريف. اتفضل دكتور إسلام. لا اسمعني. أهلا بحضرتك يا أستاذة هنا، وأهلا بالضيفة الجليلة الكريمة. أهلا بحضرتك يا دكتور، كل سنة وحضرتك طيب. بس ممكن تسمعني من التليفون بس حضرتك وتقفل التلفزيون خالص؟ ما انا قافل التليفون التلفزيون والله، في صدى صوت انا مش عارفه جاي منين. المهم كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه وبخير وسعاده دايما يا رب. هم قالوا لي ان حضرتك موجود على التليفون من بدري، واحنا انا بعتذر لحضرتك، فالكلام اخذنا في شهر رمضان والترابط الاسري. فانا برضو يا دكتور عايز اسال حضرتك، الاسره المصريه كيف تغتنم شهر رمضان؟ ايوه مع حضرتك، سمعت السؤال يا دكتور؟ الأسرة المصرية في رمضان كيف تغتنم هذا الشهر؟ اي والله الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وبعد. يعني أنا شايف حضرتك إن شهر رمضان الكريم شهر الجميع بيستفاد منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن شهر رمضان كله بركة وكله رحمة كله مغفرة وكله عتق من النيران. الصوت مظبوط كده؟ اه تمام، اتفضل. تمام يا استاذ. من يعني انا ارى ان من اكثر من يستفيدون من هذا الشهر الكريم هم الاسرة، الاسرة المسلمة، الاسرة المترابطة هي اكثر من يستفيد من وجهة نظري بحلول ووجود ومجيء شهر رمضان الكريم. هضرب لحضرتك امثلة ازاي الاسرة ممكن تستفيد من شهر رمضان الكريم. أول حاجة حضرتك يا أستاذة هنا أداء الصلاة في وقتها، لما الأسرة تتجمع في صلاة القيام وفي صلاة التهجد، والإنسان بدل ما يصلي لوحده بالليل في قيام الليل أو في التهجد، لا يصلي مع زوجته مع أمه مع أبوه مع أخوه مع ابنه مع بنته، دي بتعمل ترابط مش هتلاقيها طول السنة. لما النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. الأمر الثاني برضو في عجالة سريعة بر الوالدين، فرصة للإنسان اللي كان بعيد عن أبوه وأمه طول السنة مشغول بالحياة والعمل والإقامة والسكن وظروف الحياة اللي كلنا بنمر بيها، فرصة إن هو يعني قرب شوية من أبوه وأمه وإخواته والقريبين منه، فهو ما يضيعش الفرصة دي ويحاول يستغلها إن هو يفطر مع والدته مع والده مع إخواته، يفطر مع القريبين منه، يحاول يقرب بيهم اكثر، ياخد ثواب افطار صائم يفطر والده ووالدته. فدي ممكن الاسره برضه تستغل الامر دي بالذات. ايضا من ضمن الامور المهمه جدا جدا اللي هي قراءه القران. انا بدل ما اقرا قران لوحدي يا استاذه هنا، لا انا ممكن اجيب ابني جنبي او بنتي او اقرا مع والدي او اعلمه القراءه او والدتي لو مش بيعرفوا يقراوا، واخد ثواب ان انا غيري بيقرا وانا اللي سبب في قراءته.
يبقى انا عندي استفسار بس يا دكتور بعد اذنك. يعني احنا دايما بنتكلم عن الدين، يعني اساسيات الدين، ولكن مش بتكلم عن اخلاقيات الدين. يعني دايما بنقول ان الدين نصيحه والدين اخلاقيات. انا عايزه اقول لحضرتك في ناس كتيره بتقرا قران، وفي ناس كتيره بتصلي الوقت في يعني الفرض في وقته، ولكن في التعامل يا دكتور التعامل مهم جدا. لا في حق جار زي الاول، ولا في اخلاقيات في الشارع زي الاول، ولا في ترابط ولا تراحم اسري زي الاول، ولا في صله رحم على فكره. ويمكن الحاجات دي كلها كنا بنتكلم برضو ان دي مش يمكن دي مش عادات، دي اساسيات في الدين على فكره كلها افتقدناها. انا قبل ما اقول اقرا قران واصلي تراويح فاقول اصل رحمي واعمل اسرتي كويس، اشوف جاري وحقه عليا ايه، اسال على اهلي، الحاجات دي اهم على فكره. يعني انا دايما بتكلم في فرائض الدين، لكن ما اتكلمتش في اخلاقيات الدين. يا استاذه هنا اللي وصلنا لكده ان احنا بقينا بنصلي كعاده، بس بنصوم كانها اصبحت عاده، مش بصوم ان هي كعباده احس فيها بطعم الصوم او بطعم الصلاه او بطعم القران واتدبر فيه، علشان كده ما ترتبش عليه الاخلاقيات. يعني احنا بقينا بنصوم لان او بنصلي كانها عاده بس كده. الانسان اول ما يسمع دايما في ايه يعني بفتكرها كتير، انا ما اعرفش لها علاقه ولا لا، يعني لن ينال لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هي الفكره، فكره ان ربنا اللي هو فرض الصيام عشان امتنع عن الاكل والشراب فقط، ولا كذلك عيد الاضحى ان احنا نذبح كده وخلاص. في عبره من الموضوع وفي عظه، هي دي اللي انا عايزه اتكلم فيها. ايه العبره والعظه بقى من شهر رمضان؟ في ايه ربنا سبحانه وتعالى يقول فيها: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ليه بقى؟ هو الغرض اللي ترتب على الصيام لعلكم تتقون. فالانسان الذي اذا صام ولم يحقق التقوى والرجوع والخوف وصفحه جديده وعهد جديد مع الله كانه ما صام. الانسان اللي بيصلي ولم يعني ينهى عن الفحشاء والمنكر كانه ما صلاش. من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. تمام. يبقى أنا بعبد ربنا علشان يترتب عليها الأثر اللي هو تقوى الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله العلي العظيم يعني أن يخرجنا من رمضان ونحن مغفورين ومن عتقائه من النار أجمعين. اللهم آمين. شكرا لحضرتك دكتور إسلام الأزاز من علماء الأزهر الشريف، يعني شرفتنا باتصال حضرتك في برنامجنا النهاردة. شكرا جزيلا لحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب. أستاذة أمنية، أنا حلقتي خلصت أو الفقرة بتاعتنا الأولى خلصت، فأنا بشكر حضرتك جدا أستاذة أمنية عبد الرازق أخصائية تعديل سلوك، نورتنا النهاردة في البرنامج لك. وإن شاء الله نلتقي في حلقات قادمة بإذن الله. هنطلع فاصل وراجع لكم تاني، انتظرونا. رجعنا لكم مشاهدينا ومكملين معاكم النهارده في برنامج حياتنا. الفقره الثانيه معانا استاذه اماني محسن اخصائيه تغذيه علاجيه، وهنتكلم طبعا عن التغذيه في شهر رمضان. كلنا بندخل في شهر رمضان كده مفجوعين بنجيب كل الاكل اللي طول السنه وناكله في شهر رمضان، فبيبقى في كم الاسراف في الطعام والشراب بيبقى كبير جدا. ده طبعا بدل ما احنا يعني ما نستغل فرصه شهر رمضان في ان احنا ممكن نخس شويه، ممكن ننظم حتى غذائنا نخليه صحي بدل الغذاء العادي اللي دايما متعودين عليه طول السنه اللي مليان طبعا بالسموم. ولكن للاسف احنا بنضيع كل حاجه ومش بنعمل اي حاجه، بتبقى موجوده النيه على فكره زي الصيام بالظبط ولكن بنفتقدها. فمعانا النهارده استاذ اماني محسن اخصائيه تغذيه علاجيه، نورتينا النهارده برنامج حياتنا. اهلا وسهلا بحضرتك وكل سنه وحضرتك طيبه طبعا. انا عايز اعرف ان المفروض شهر رمضان ده هو شهر لترك بعض العادات طبعا السيئه من الطعام، واحنا ممكن نلاحظ على فكره بفوائد كتيره جدا في التغذيه العلاجيه في شهر رمضان، ولكن احنا طبعا بنهمل كل ده. عايز اقول لك بالنهم اللي بندخل عليه هي الأكل. افضل فتره للتغذيه العلاجيه فتره الصيام والله، لان اصلا الفتره اللي احنا بنزيد. لا ما هو احنا بنزيد لان الطريقه اللي احنا بناكل بيها وبنشرب بيها عصاير خاطئه كميه كبيره جدا في وقت ضيق جدا، لكن هو فتره الصيام نفسها بتنقي الجسم من السموم. فالمفروض ان انت تبداي ان انت تدخلي حاجات تفيد جسمك مع التنقيه اللي انت عملتيها فتره الصيام كلها. طب لما اجي اتكلم بقى عن اسس التغذيه السليمه في شهر رمضان، فالمفروض اي بي سي اعمل ايه؟ اكتر حاجه مسيئه في الوقت اللي بين الفطار وبين السحور ما يبقاش فيه وجبات في النص. والله يعني انا افطر
وتسحر. انا افطر واتسحر. التسلي ده وديها فين؟ يعني ده اهم من الفطور والسحور. هي مشكله ان كم الحلو اللي الناس بتاكله في رمضان غير العاده بيعمل مشاكل كتير جدا. وطبعا كلها معجنات وداخل فيها دي والجلوتين والكلام ده كله بيبوظ المعده والقولون وبيعمل مشاكل كتير جدا مع السكريات بقى. كم السكر اللي بيستخدموه غير عادي في شهر رمضان رهيب بالنسبه لشغل العصاير والحلويات. فطبعا حتى لو انت بقى لا والفطار لو انت كويسه مش بيبقى عليه صنف واحد يعني متعدد الاصناف. هو المفروض ان احنا ناكل صنف واحد مع شوربه ورز وكميه رز برضو بسيطه لان انت صايمه. ما انا صايمه حضرتك فبسط النيت. ما هي الحاجه ان احنا صايمين. بالعكس ازاي؟ انا علشان فعلا تنقي جسمك فعلا من السموم فعلا الفتره اللي انت بتاعت رمضان دي فتره الصيام لوحدها بتنقي جسمك. انت بقى بتزودي بكميه السكريات اللي انت بتاخديها، يعني بتاخدي كميه سكريات غير طبيعيه. والمشكله اللي احنا بنتكلم فيها دايما في الصحه السكريات والزيوت والمعجنات. الثلاث حاجات دول أسوأ حاجه احنا بنعاني منها او بتعمل لنا مشاكل كتير جدا. بتعمل لنا مشاكل في المعده وبتعمل لنا مشاكل في القولون وفي الهضم، حاجات كتير. طيب لما احب بقى ابدا شهر رمضان ان انا ناويه اغير حياتي في النظام الغذائي فاعمل ايه مبدئيا؟ ايه المفروض يتواجد على سفرتنا على الفطار وايه اللي المفروض يتواجد على السحور؟ المفروض يتواجد على سفرتنا على الفطار ان انا ابدا بالتمر بس وميه اللي هو البلح والميه تمام لحد ما تبداي تشغلي معدتك وتاخدي هدنه. المفروض ان الطبيعي ان احنا كنا دايما بلح نقول بلح وميه واستنى اصلي بقى الوقت اللي هو بتاع الصلاه زي ما احنا المغرب. كنا بنعمل كده زمان وبعد كده تبداي بقى تاكلي بس برضو كميه الاكل انت بتاكليها تبقى هاديه بس تبداي الاول بحاجه بسيطه شغلي معدتك لكن وقت الفطار انك انت تاكلي كل كميه الاكل اللي انت عايزاها دي حاجه مرهقه جدا للمعده. المعده كانت فاضيه وصغيره كده لان انت صايمه طول النهار انت مره واحده نفختيها فهيحصل لك ايه؟ كل حاجه عندك هتتعب حتى لو ما حسيتيش بالتعب ده وقتي هتحسي بيه فيما بعد وخصوصا بقى المرضى السكر والضغط لا ما انا عايزه اعرف طبعا الامراض السكر والضغط والقلب المفروض برضو التغذيه بتاعتهم هتكون شكلها ازاي بس بتكلم الاول بصفه عامه بصفه عامه هو فانا بصفة عامة لو كل الناس اكلت بالشكل ده محدش هيتعب سواء بقى هو مريض او غير مريض. ليه انا معدتي صغيره حاليا وملمومه وفاضيه وبقالي وقت طويل جدا صايم. طب هل في برضو وجبات المفروض تتواجد على السفره؟ بصي عندك حاجتين اساسيين لازم موجودين على السفره سي بقى احنا في رمضان او غير رمضان سلطه وشوربه دول يعني الاساسي فعلا. لو بداتي الفطار بتاعك بالشوربه بداتي تظبطي معدتك شويه بعد كده بقى ايه كميه الرز اللي انت هتاكليها هتقلليها الشوربه اخذت حيز كبير كويس في معدتك فاديتك احساس بالشبع فهتبقي محتاجه تاكلي البروتين بتاعك ولو اكلتي خضار هتاكلي كميه بسيطه لكن يعني نصيحتي للناس كلها ان تبقى بعيده عن الزيوت الكتير زياده عن اللزوم يعني شوربه ساده ولا شوربه خضار سوتيه شوربه لسان عصفور مش مشكله اي نوع شوربه ايه دي مش مشكله المهم ان يبقى في شوربه حتى ولو شوربه ساده عادي بس في ناس كتير ما بتحبش الخضار بس كده انت قلت لي ابدا فطاري بميه وبلح لكن ما جبتش سيره العصاير بصي مش مفضل خالص انك تشربي عصاير اول ما تفطري عايزه تشربي عصاير بقى تشربي بين بين البنين اللي هو بين الفطار وبين السحور وفي نفس الوقت اشرب حاجه فريش يعني ابعد بعيد عن اي حاجه داخلها سكريات باكبر قدر ممكن لان هو السكر فعلا بيعمل مشاكل كتير هو السبب ان احنا بنزيد طبعا. طيب ممارسه الرياضه برضو في شهر رمضان ممكن اعملها ازاي؟ ممكن قبل الفطار الوقت اللي قبل الفطار على طول لو حد مفرهدين لو حد عنده المقدره يعني لو حد ما عندوش مقدره ان هو يلعب رياضه قبل الفطار ممكن الكلام ده كله مثلا يبقى بعد السحور بفتره بسيطه ان هو يعني الاكل ثابت في معدته فخلاص يقدر ان هو يتمرن مش هيتعب وتمرين خفيف قوي وبعدين ابسط حاجه خالص المشي لكن طب يعني التسلي ده بيبقى شيء مهم بصراحه في رمضان انا ممكن استبدله بايه ممكن يعني ما اقولش نمنع دي هتبقى صعبه ماشي اوكي اكل حاجات بسيطه يعني مثلا لو اكلت مثلا قطعه كنافه قطعه كفايه اتنين بس حاجه بسيطه حاجه صغيره لكن الكم اللي انت هتاكليه مش هيفيد معاكي في اي حاجه هو لكن انا ما ينفعش استبدلها بحاجات تانية صحيه مثلا لا ينفع طبعا ايوه ما هو ده اللي انا عايزه اتكلم فيه ايه اولا لو انت عملتي الحاجات دي عندك في البيت تبداي انك انت تستخدمي سمنه بنسبه بسيطه السكر بتاعك بسيط ممكن تجيبي سكر دايت تشتغلي بيه ممكن تدخلي زبده دايت وتشتغلي بيها ف
فتفرق معاكي انك انت هتاكلي حاجه بسعرات حراريه اقل، فما تزودش وزنك، ما ترفعش عندك السكر، ما ترفعش عندك الضغط، ما تعملش عندك اي مشاكل، وخصوصا الاطفال. طيب الوجبه الشعبيه للشعب المصري على مائده السحور الزبادي والفول، دول انصح الناس صحيين انصح ولا لا؟ هم صحيين، بس انصح الناس اللي عندها مشاكل في المعده والقولون ما تاكلش فول خالص. ما تاكلش فول، ممكن تستبدل الفول بقى ان هي تاكل شويه شوفان، تعمل شوربه شوفان مع في السحور مع الزبادي، وتبعد بعيد عن العيش خالص. ما تاكلش عيش خالص. طب لما اجي اتكلم بقى عن امراض السكر، المفروض التغذيه بتاعتهم بتكون شكلها ازاي في رمضان؟ مريض السكر المفروض في رمضان يعني التمر اساسي بالميه، بلاش اللبن. برضو بالنسبة برضو للفطار بتاعه لازم يدي وقت لمعدته ان هي تستقبل السكر اللي في التمر نفسه، وما يضافش عليه اي سكريات، يتعمل كده بدون سكر. ولو اتحط عليه اي حاجة من اليميش والكلام ده كله مفيهوش اي مشاكل، لانه مش داخل فيه سكر مصنع، دي حاجات كلها طبيعية، او هي الفاكهة بتاعتنا طبيعية، هتديه السكر اللي جسمه محتاج له من غير ما تعمله مشاكل. تمام كده. وشرب الميه بشكل يعني تعويضي للصيام، علشان الميه لما بتعمل جفاف في الجسم بتعمل مشاكل اكتر للناس اللي عندها سكر، بتعمل لها مشكله كبيره يعني جدا. يعني هو يعتمد بقى على شرب الميه طول، شرب الميه اكتر حاجه بالنسبه له، اكتر من اي عصاير يعني. تمام كده. وطبعا الناس اللي بتبقى حابه مثلا تشرب العرقسوس، العرقسوس مفيد جدا بشكل غير طبيعي، ودي فوائد رهيبه، ما فيهوش اي سكريات، اضراره بس للناس اللي هي عندها ضغط عالي، المفروض ان هي ما تشربوش على طول بعد الفطار يعني، او تبدا بيه بفطارها، ما ينفعش. هشربه بعد ما افطر بشويه. لا، ما مرضى الضغط، انا من مرضى يعني من مرضى الضغط، فانا عندي كذا استفسار طبعا لازم اساله. بس انا بنوه يعني احنا طبعا يسعدنا تلقي اتصالات الساده المشاهدين لو في اي استفسار او اي سؤال عن الاكل او التغذيه العلاجيه في شهر رمضان. أرجع تاني وأكمل مع حضرتك بقى التغذية بالنسبة لمرضى الضغط. أنا دايما بحس بعد الفطار مباشرة أن أنا دايخة، ما بعرفش أقاوم على فكرة طول الليل. تمام. أول ما بفطر عموما أيا كان نوعية الأكل اللي موجودة، ففي دوخة بتبقى جامدة طول فترة الليل. إيه السبب؟ الطريقة أنت بتفطري بيها غلط. بفطر زي المصريين. بتفطري زي المصريين. ما هو أنت بتبدأي الأكل جامد، الأكل ده بيعمل عندك ايه؟ خلي عندك الضغط مش مظبوط. انت طول اليوم صايمه، لازم اول ما تبداي واحده واحده، اللي هو فعلا زي ما بقول لك كده، ايه لو بداتي بالتمر والميه، ولو حتى عايز تشربي عصير اشربي عصير، بس حاجه تبقى مناسبه ليكي ولضغطك. تمام كده. وبعديها بقى بشويه ابداي كلي، فوتي ربع ساعه وكلي او 10 دقائق على قد ما تقدري. اشربي ميه كويس قوي، الميه هي الحاجة الأساسية والله اللي بتظبط كل حاجة. المية 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 المية. أنا بشرب مية كتير جدا، بس وأنا باكل مش لوحديها. لا، اشربي مية يعني ممكن أشرب 3 لتر وأنا باكل. لا، اشربي مية كويسة جدا بين الفطار وبين السحور، علشان حتى البشرة نفسها ما يبقاش فيها جفاف. وليه بنقول سلطة؟ لأن السلطة كل داخل في السلطة كلها عبارة عن ألياف، الألياف بتدي الجسم مية بشكل كويس جدا، فبرضه بتخليكي ما عندكيش احساس بتعب المعده بالعطش. يعني انا عن نفسي بالنسبه للسحور زبادي وسلطه. تمام. انا معايا اتصال تليفوني من استاذه شيماء، اتفضلي يا استاذه شيماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيكم؟ كل عام وانتم طيبين. وحضرتك طيبه وبخير يا فندم، كل سنه وحضرتك طيبه. اتفضلي سؤال حضرتك. انا بس استفسر الدكتوره، معلش انا حالي في الشهور الاولانيه. طيب. في الشهر الثالث، فعايزه اقول للدكتوره ان انا والله مش عارفه اعمل اي حاجه في بيتي خالص، بتعب وبيجيلي كده ارهاق دايما، واصحى من النوم انام تاني، اصحى من النوم انام تاني، مش عارفه اعمل اي حاجه خالص. فتنصحني بايه يعني عشان اعدي الفتره دي يعني اعرف اعمل ايه؟ هو حضرتك بتصومي؟ حضرتك بتصومي؟ ايه؟ حضرتك بتصومي؟ لا مش بصوم يا دكتوره، مش قادره اصوم خالص والله. طب السؤال بقى، هي عايزه تغذيه كويسه تظبط عايزه تغذيه للحامل. طيب تمام، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. طيب بس انا ما كملتش برضو التغذيه لمرضى الضغط. فهل في برضو وجبات بتبقى المفروض تتواجد لمرضى الضغط على الفطور والسحور؟ احنا قلنا خلاص الفول والزبادي ماشيين مش مشكله، ولكن احنا بنبعد بين عن الملح باكبر قدر ممكن، مخللات لا للناس المريض الضغط، ببعد بعيد عن الحاجه اللي فيها سكر عالي قوي، وببعد بعيد عن الحاجه اللي فيها ملح عالي قوي. والطبيعي ان الملح اصلا
استخدامه دايما المفروض يبقى قليل، ما يبقاش كتير. سيبه احنا ما هي السموم، الملح والسكر. ايوه بالظبط كده. ولكن لا، في ملح الهيمالايا اللي هو ملح الصخور ده كويس جدا ومفيد وممتاز، مفهوم ملوش اي اضرار حتى على مريض الضغط. بس برضو انا عارفاه ملح الهيمالايا وبجيبه بستخدمه، ولكن على برضو فكره برضو يا استاذه غالي جدا. يعني على المستوى الشهر غالي جدا. هو لا لو انت هتحسبيها، انا بجيب علاج بكام عشان اظبط ضغطي واظبط سكري وحاجات تانية كده كتير، لا طب انا اكل بطريقه صحيه ومناسبه واحط نفس المصاريف اللي انا بحطها في العلاج دي او في الادويه في الاكل السليم. وفي الاخر انا هوصل لنتيجه كويسه، هتوصلي للنتيجه اللي انت عايزاها. طيب احنا اتكلمنا، طب مرضى القلب، انا طبعا هجاوب على سؤال المتصله ان لازم يبقى في تغذيه طبعا للسيده الحامل في شهر رمضان، اللي هي بتصوم واللي هي مش بتصوم. اوكي تمام. هنجاوب عليه، ولكن نكمل باقي الامراض بس الاول. اتفضل. مرضى القلب بقى، مرضى القلب برضو بصي كل الامراض الفطار بتاعها معروف، شوربه وسلطه بس هي بقى بتفرق هنا من ان انا ممكن اكل كميه قد ايه. المفروض مثلا مريض الضغط عادي ممكن ياكل الكميه بتاعته الطبيعيه اللي هو الطبيعي بتاعه كانه بيتغدى، تمام، مش اوفر عن كده. انا بقول لك بمجرد ما هتشربي شوربه انت خلاص حسيتي ان معدتك بقى بدات تحسي بالامتلاء، ومعدتك بدات تشتغل، مش هتتعبي، مش هتلاقي امساك، مش هتلاقي مشكله اكبر في المعده من اللي انت عايزاها، لا هتلاقي نفسك عاديه وكويسه وهاديه ومعدتك كويسه جدا. حتى لو عايزه تاكلي اي حاجه بعد كده هتقدري تاكلي، يبقى عندك استقبال ده. طب انا برضو يعني استفيد ازاي من شهر رمضان والتغذيه اللي حضرتك بتقوليها، ويعني وابدا دايت بقى واخس الشهر ده ازاي؟ لازم توقفي برضو بنفس الطريقه اللي حضرتك، بنفس الطريقه بس يعني لازم، مفيش مش هقلل مثلا اجيب حاجه، لا هو انت لو بداتي بالتمر وانك انت تبقي عامله خشاف اللي احنا كنا بناكله زمان، ده ما بقاش موجود دلوقتي. لا بعمله. انت في كل الفوائد بتاعتك من غير ما تضيفي له اي سكر. الناس اللي حابه سكر او حابه تزود، لا هو مش تضيف محتاج، تضيف عسل نحل، هو مش محتاج، تمام، عشان تقلل الضرر شويه. بمجرد ما هتبداي تفطري شوربه وسلطه وبروتين وشويه خضار، حتى لو هتاكلي خضار بدون رز او انت مش عايزه تزودي قوي، وده يفضل يعني للناس اللي عندها ضغط، ويفضل للناس اللي عندها قلب ان هي ما تاكلش ايه، لا رز ولا عيش ولا على الفطار ولا على السحور. في بدائل كتير قوي. يعني ممكن ازود كميه سلطه انا باكلها، ممكن اكل طبق سلطه بس نص كيلو في السحور واكل معاه كوبايه زبادي، خلاص جسمي اصلا مش هيحتاج حاجه تاني. انا ما عنديش وقت كتير، فبعد اذن حضرتك نجاوب بقى على سؤال المتصله، التغذيه للمراه الحامل في شهر رمضان. خلينا الاول الصايم وعموما الثانيه دي، يعني المفروض الاجابه بتاعت حضرتك ده هتمشي عليها طول السنه بقى سواء رمضان او غير رمضان. هي بس المشكله ان اول ما بيبدا الحمل بيبدا يحصل تغيير في الجسم كله، فهي لازم يبقى عندها تحاليل تبقى عارفه، تحاليل معادن تبقى عارفه الدنيا عندها في المعادن عامله ازاي، الزنك المغنيسيوم اليود الكلام ده كله. ممكن يبقى عندها حاجه بسيطه، مشكله بسيطه في الكلام ده، خلل هو اللي مخليها على طول عندها دايخه وتعبانه ومرهقه وعايزه تنام، لكن مش مشكله صحيه. لان طبعا انت عارفه ان الحمل بيأثر على جسم الام. اه يتابع بقى مع الدكتور، لازم تتابع مع دكتور تغذيه، لان التغذيه الثلاث شهور الاولانيين غير الثلاث شهور الثانيين غير الثلاث شهور الثالثين، فالموضوع هنا بيبقى مختلف. طب للصائمه بقى، للصائمه هي لازم تشرب كميه البان، منتجات البان زي حليب الجوز هند في الفطار وفي السحور عشان يظبط معاها الاحساس بالجوع ويديها باور كويس جدا ان هي تبقى قادره تتواصل. طبعا لو هي ماشيه مع، اكيد طبعا بيبقوا ماشيين مع طبيب، الطبيب بتاعها بيديها فيتامينات تفضل ماشيه عليها الفتره دي لو هي هتصوم، علشان يبقى عندها مقاومه للصيام وما تعملش مشكله لجسمها. الاطفال برضو يعني في اطفال كتير بتصوم في شهر رمضان، فالتغذيه العلاجيه بتاعتهم تبقى شكلها ازاي؟ ايه الوجبات اللي المفروض اقدمها لهم على الفطار والسحور؟ اساسي برضو طبق الشوربه والسلطه بالنسبه اكلنا للأطفال. هو اكلهم. بصي الناس بتقول ايه، اصل انا ابني ما بيرضاش ياكل سلطه، اصل انا ابني ما بيرضاش ياكل خضار، اصل انا ابني ما بيرضاش يشرب شوربه فول مثلا. اوكي ابني ما بياكلش فول، مفيش مشكله. انا لازم انا اكون باكل ده، يعني لو انا باكل ده اوكي الطفل اللي قاعد معايا في البيت هياكل زي ما انت بتاكلي، لكن مش هتاكلي شيبسي واندومي وحاجات زي كده وتسليات في السحور وهو مش هياكل معاكي، لا هياكل معاكي. هي النقطه ان انت بتبداي بقى الكلام ده في الصغر معاهم، ان انت بتعودين يبقى في طبق شوربه اساسي على الطفل، في سلطه، في رز، في بروتين بشكل معين.
ما بيحبش الفراخ، طب خلاص ماشي ممكن اجيب له لحمه، ما بيحبش اللحمه انا ممكن اعمل له الفراخ بس كل يوم بشكل مختلف، المهم ان انا اقدم له وجبه غذائيه سليمه. لكن الطريقه اللي الاطفال بياكلوا بيها ان هم بيدوروا على ان هم يشربوا حاجه مسكره وان هم ياكلوا حاجه حلوه، وان بعد الفطار شيبسي وبيبسي وحاجات كده كتير، كل الكلام ده كله ما بيفيدهمش في حاجه وبيضعف جسمهم. احنا بقى العكس، الكبار وزنهم بيزيد والصغيرين جسمهم بيضعف. تمام، انا حلقتي انتهت. استاذه اماني بشكرك طبعا على تواجد حضرتك معايا النهارده، كل سنه وحضرتك طيبه. استاذه اماني محسن اخصائيه تغذيه علاجيه نورتني في البرنامج، واشكركم مشاهدينا، وان شاء الله نلتقي في حلقات اخرى باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.